المزيد حول أسواق العملات ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام محلل مالي أول في مجموعة إكويتي. أحمد أهلا بك. الدولار الأمريكي كان قد شهد بعض عمليات جني الأرباح الأسبوع الماضي، يحاول هذا الأسبوع استرداد ما فقده، هل من المرتقب أن يعود الدولار لتسجيل مستويات قياسية أعلى ومكاسب أعلى في الفترة قصيرة الأجل، أم أنه القمم التي سجلها مؤخرا هي القمم التي ستبقى معنا على أقله في الفترة قصيرة الأجل المقبلة؟ مساء الخير ناصر، شكرا للإضافة. حقيقة ناصر أميل إلى تسجيل ارتفاعات أكثر للدولار الأمريكي، خاصة وهو الرقم المنتظر قراءة أسواق العمل في الفترة القادمة. لو أشارت قراءة أسواق العمل بشكل إيجابي، أعتقد بأنها ستفتح الباب بشكل أكبر بأن ديسمبر قد يكون موعد لتثبيت أسعار الفائدة. تحولاتنا من توقعات تخفيض أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس كجامبو كات، ثم 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، ثم لا تخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر، أو حتى انخفاضات التفاؤل، انخفاض لهجة تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر، أعتقد بأنها قد تكون داعم جدا قوي للدولار الأمريكي في الفترة القادمة، خاصة بأن الدوائر الأخرى بالنسبة للبنوك تشير إلى إمكانيات تخفيض أسعار الفائدة، بالرغم من أنه عودة أرقام التضخم ناصر كنت تتفق معي عالميا عادت تسجل بعض الارتفاعات. إضافة حالة عدم اليقين على إضافة عدم اليقين المتواجدة أصلا في الأسواق جراء إمكانية مخاوف من سياسات دونالد ترامب في الفترة القادمة، مع حالة عدم اليقين في التوجهات البنوك المركزية، أعتقد قد توحي بأن الدولار الأمريكي قد يستفيد من تلك اللهجة، زائدا قد يستفيد الدولار الأمريكي من أنه الملاذات من أحد الملاذات الآمنة جراء حالة عدم اليقين. لذلك نعم أميل بإمكانية تسجيل المزيد من الارتفاعات للدولار الأمريكي في الفترة القادمة. طبعا شريطة تسجيل أسواق العمل أرقام جيدة جدا وممكن أن يسجلها، خاصة مع تخلص من الإعصار في القراءة السابقة. ماذا عن بنك إنجلترا؟ لأن القراءة الأخيرة التي صدرت يوم أمس حول التضخم والتي دفعته للارتفاع من 1.7% إلى ما فوق 2% وهو المستوى المستهدف لبنك إنجلترا، كيف يغير المعادلة الآن؟ هل أصبحت مسار التضخم في إنجلترا وفي بريطانيا أقل وضوح بالنسبة لبنك إنجلترا، وماذا يعني ذلك للتخفيضات المقبلة من المركز الإنجليزي؟ يمكن ناصر تتفق معي، في الفترة الماضية كنا شهدنا أيضا بنك إنجلترا يمكن هو الشيء الغريب بالنسبة للبنوك المركزية جراء السياسة النقدية، أول من رفع أسعار الفائدة وقد يكون هو الآخر من خفض أسعار الفائدة بالتخفيضات الأخيرة. قد تكون هي إشارات سابقة من أندرو بايلي في الفترة الماضية بأن هناك بعض المخاوف من أرقام التضخم وأن تسجل ارتفاعات، بالرغم من أنه وصلنا 1.7% لكن كان التخفيض الأخير من البنك إنجلترا مع الثمان أعضاء للتخفيض وعضو أيضا للا تخفيض، فبالتالي كان هناك بعض الانقسام، بعض المخاوف بالنسبة لأرقام التضخم أن يسجل ارتفاعات. نعم عودة التضخم فوق مستهدف بنك إنجلترا قد تضيف حالة عدم اليقين بالتوجهات، لكن أعتقد بأنه بنك إنجلترا يحتاج إلى التخفيض دونا عن البنوك المركزية الأخرى جراء أرقام النمو الاقتصادي التي هي مستقرة قرابة 0%، يحتاج دعم النمو الاقتصادي من ناحية وهو فوائد مرتفع عند 5% حاليا. النقطة الأخرى الإنفاق المالي يعتبر مرتفع جدا في الفترات الماضية بالنسبة لبنك إنجلترا. تغيير والحزب العمال قد يضيف طبقة أخرى من حالة عدم اليقين جراء إنفاق أكثر، بالتالي قد يكون هناك مخاوف لمزيد من ارتفاعات التضخم في الفترة القادمة. لذلك أمين ناصر بالرغم من أنه هي معضلة بالنسبة لبنك إنجلترا، لكن أعتقد أنه يجب أن يتجه لتخفيض أسعار الفائدة على الأقل دعما للنمو الاقتصادي وليس خوفا حتى من استمرارات أرقام التضخم للارتفاعات. أخيرا أحمد، هل يورو دولار مستويات التعادل أمر محتمل أم أن يعني احتمالية بعيدة؟ يمكن نحن قريبين جدا ناصر من مستويات التعادل. يمكن الرقم الذي جاء بالأمس للأجور في أوروبا قد أيضا تفتح المجال حول السؤال هل بنك لأوروبا سيخفض أسعار الفائدة أو لا. نمو الأجور هو الأعلى من عام 1993، بالتالي هي إشارات بأنه نمو الأجور مرتفع، يعني التضخم قد يكون مرتفع، مخاوف التضخم قد تعود مرة أخرى، ويعود السؤال هل سيخفض بنك أوروبا لتخفيض أسعار الفائدة. بالتالي هي حالة التوازن بين الفيدرالي الأمريكي وبنك أوروبا من سيخفض أسعار الفائدة. أميل
مع الفوائد المنخفضة حاليا بأوروبا مقارنة بالفدرالي الأمريكي، أميل إلى أن يكون هناك إمكانية لوصول لمستويات التعادل في أوروبا، خاصة مع حالة عدم اليقين المستمرة، بالرغم من أنه حتى التعريفات الجمركية أشار لها بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي بأن التعريفات الجمركية من دونالد ترامب قد لا تؤثر بشكل كبير، لكن هي قد تكون مؤثر وقد تسعر على أداء اليورو مقابل الدولار بشكل سلبي. لذلك أميل إلى وجود مستويات التعادل في عام 2025 ناصر. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل مالي أول في إكويتي مباشرة من عمان، أهلا بك. شكرا لكم.